اخبار اليوم. ساعد معانا في الاسطوره وكذا عامل في رمضان على شاشه الدراما. اهلا بيكي معانا في اخبار اليوم. ربنا يخليكم، كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده ورمضان كريم علينا ان شاء الله. النهارده احنا بنحتفل بمسرحيه اهلا رمضان ونبارك لمحمد رمضان اولا. بقول له الف الف مبروك يا محمد، ويا رب كده من نجاح لنجاح. خلصنا الأسطورة مع بعض، دخلنا أهل رمضان مع بعض، يا رب دايما كده متألق وناجح وسعيد وفرحان. عبد ناصر ولا وعشرة عمر طويلة والحمد لله. جه الوقت إن احنا نشتغل مع بعض أهو، مسرح ومسلسل، ويا رب دايما التعاون ما نقطعش كده يا رب. انت مين أكتر بقى، ناصر ولا رفاعي؟ لا رفاعي طبعا. روجينا، يعني كل عمل ناجح بيبقى ليه انتقادات بتوجه ليه، اكيد شفت الانتقادات الموجهه لمسلسل الاسطوره لحته السلاح والاسطوره شويه الناس شايفاها ازاي. بتقولي للجمهور ايه اللي بقول له؟ ان احنا بنقدم شخصيات حقيقيه، بنقدم الواقع، وعشان بنقدم الواقع هو مس الناس وعاشوه. وساعات كنت بحس لما الناس بتكلمني مش انه مسلسل بيتذاع، انه حقيقه هم عايشين حنان بجد، عايشين ناصر بجد، مصدقينهم جدا. شكرا جزيلا، ربنا يخليك.